نجيب الطين من منطقة الرفاع دحنينية، بنجيب عدنين للمصنع. في المصنع بنخليه داخل الأحواض. الأحواض بنقوم بتنظيف، عملية التنظيف الغربلة. الطين الزين هو اللي بينزل ويا الماء، والأوساخ هي اللي بتبقى في المنخل. هذا الطين بنخليه يجف في الشمس إلى مدة أسبوع أو 10 أيام على ما نقدر نشكله. عقب أشكلها بالأشياء اللي أنا أبغيها، مثلاً الحصالة أو المبخر أو المزهرية أو الأبجورة أو أشياء الطلبات الجيني، أشكلها على حسب الأشياء اللي أنا أبغي أسويها. الحين الحاصل بالنسبة لي أنا ويا أخواني إن كان حافظ عليها كتراث، لأن أنا أشتغل في شغلة ثانية، أخوي الثاني في شغلة ثانية، وأخوي الثالث تقاعد. كل ما تطورنا احنا ويا صناعة الفخار طلعت إبداعات جديدة وأشياء جديدة، فن جديد، وهم المخ يبتكر أشياء جديدة في صناعة الفخار.